أعلن التحالف عن فتح مطار صنعاء لرحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى. ما هي الدلالات السياسية والإنسانية لفتح المطار؟ وكيف يمكن فهم هذا التحول في الموقف السعودي؟ أهو تخفيف للمعاناة الإنسانية أم بادرة حسن نوايا تجاه الميليشيا؟ أهلا بكم. أعلنت السعودية عن تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم، بالإضافة لإطلاق سراح 200 أسير من أسرى ميليشيا الحوثي. بادرة يراها كثيرون إنها خطوة في إطار تفاهمات السلام بين ميليشيا الحوثي والسعودية والتي بدورها تتجاوز الشرعية. فهل انتهت الحرب على الحوثي؟ وهل ستثمر هذه الخطوة على الصعيد الإنساني في إنقاذ آلاف المرضى والمتعبين من المواطنين الخاضعين لسيطرة الميليشيا؟ وما علاقة هذه الخطوات بالضغط الذي يمارسه الحوثي ضد المبعوث الأممي والضغوط التي تتعرض لها الشرعية من قبل التحالف؟ هل اختطفت السعودية الحرب اليمنية وقضيتها المصيرية وحولتها لخدمة أهدافها الخاصة؟ ما الذي تحقق من اتفاق ستوكهولم؟ ولماذا يغيب حصار تعز عن الاهتمام الأممي؟ بعد 4 سنوات ونيف، تأتي الآمال مجددا بعودة الحياة ولو جزئيا إلى مطار صنعاء الدولي. فبحسب وكالة واسا السعودية، أعلن التحالف عن مبادرة لتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم. الشق الإنساني من هذه الخطوة حمل ارتياحا كبيرا، بما أنها ستسهم في إنهاء فصل من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا على الأقل. إلا أن الأمر لا يخلو من التساؤلات بشأن دلالات هذه الخطوة. تم إغلاق المطار قبل سنوات من قبل التحالف تحت مبرر استخدامه من قبل الميليشيا لتوفير الدعم. فهل تنبهت السعودية الآن لمأساة إغلاق المطار؟ أم أن الحوثي لم يعد يستخدمه في تهريب السلاح كما كان يقال؟ أم أن ذلك لم يعد مهما بالنسبة للسعودية ومن خلفها التحالف الذي تقوده، إن كان لا يزال هناك شيء تحت هذا الاسم أصلا؟ مراقبون يرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما يمكن وصفه بتفاهمات حوثية سعودية أفضت إلى إجراءات منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا. قال ناطق التحالف إنها خطوة في سبيل دفع اتفاق ستوكهولم. هذه التطورات كانت قد سبقتها عدة خطوات عسكرية، منها وقف التصعيد بين الجانبين حيث توقفت الضربات الجوية العسكرية في أغلب الجبهات مقابل توقف ميليشيا الحوثي عن استهداف المناطق الحدودية للسعودية. خطوة إعلان العزم عن فتح مطار صنعاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تفتح الباب أمام تساؤل قائم منذ بدء هذه الحرب، وهو لماذا لا ترى أعين المنظمات الدولية سوى صنعاء، وكأن بقية مدن اليمن لا تحتاج إلى أي جهد لمعالجة معاناة المواطنين فيها. وهنا يبرز حصار تعز الذي يبقى المأساة الأكبر في البلد، ولكن لا أحد يراه. بات من الواضح طبيعة التفاهمات السعودية الحوثية، لكن ما هو غير واضح هو موقف الحكومة الشرعية من كل هذه التطورات. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد، وأرحب أيضا بضيفي هنا في الاستوديو المحلل والكاتب السياسي ياسين التميمي، وسينضم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساك يا أخت آسيا، خيرك والمشاهدين. أهلا بك أستاذ ياسين. برأيك ما هي دلالات افتتاح مطار صنعاء من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك إعلان نوايا. نعم. لم يفتح مطار صنعاء حتى الآن. افتتاح مطار صنعاء أو إعادة فتح مطار صنعاء خطوة مرحب بها بقوة، والوضع الإنساني المزري في اليمن يقتضي هذا النوع من الخطوات والانفراجات، ويجب ألا يتوقف الأمر على مطار صنعاء، وإنما كما ورد في التقرير هناك مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من حصارين، حصار تفرضه الشرعية عبر أدوات عسكرية وأمنية تخدم أجندة الإمارات، وحصار الحوثيين، وأعني به محافظة تعز على وجه التحديد. ففي
في الحقيقة هذه خطوة في غاية الأهمية، وجاءت نتيجة تحركات مهمة قام بها المبعوث الأممي، وأعتقد أنها هي المبرر الوحيد لزيارته إلى صنعاء في الوقت الذي كان كل المؤشرات تدل على أنه غير مرحب به وبزيارته إلى صنعاء. فيبدو أنه ذهب إلى صنعاء حاملا هذه الرسالة من التحالف. هي حصيلة أيضا تحركات عالية المستوى من قبل رؤساء منظمات دولية مهمة كمنظمة الصليب الأحمر الدولية الذي زار صنعاء مؤخرا، وكان على رأس أولوياته غير المعلنة هو البحث في الأسرى السعوديين الذين يقبعون في سجون الحوثيين، وكانوا نتيجة يعني معظمهم أسروا في عملية وادي كتاف. وكان الهدف واضح وهو أن السعودية ترغب بأسرع وقت ممكن بإطلاق سراح هؤلاء الجنود، فقامت باستعارة 200 أسير حوثي من السلطة الشرعية لكي تساوم بهم على إطلاق سراح الجنود السعوديين الذين تم أسرهم في وادي كتاف. أضيف إلى هذا إعادة تشغيل مطار صنعاء تشغيلا استثنائيا، يعني ليس تشغيلا اعتياديا، بمعنى أنه لن يفتح أمام الرحلات الاعتيادية اليومية، وإنما سيفتح للحالات الإنسانية الخاصة والحالات المرضية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية. هنا الأمر يستدعي سؤال من قبيل ما الذي يمكن أن تقدمه منظمة الصحة العالمية؟ هل ستوفر العلاج لهؤلاء المرضى؟ هل ستوفر طائرات لنقل هؤلاء المرضى؟ إن تم هذا سيكون بطبيعة الحال شيء مهم وخطوة موفقة جدا، لأن المرضى يواجهون وضعا ماديا صعبا ووضعا إنسانيا صعبا. فإذا ما كان تدخل منظمة الصحة العالمية بهدف تقديم الدعم اللوجستي وإيصال المرضى إلى مقاصدهم إلى الأماكن التي سيعالجون فيها، فهي خطوة في غاية الأهمية. وهنا أيضا على هذه الخطوة ينبغي أن تتسع وتستوعب كل من له علاقة بصنعاء، لأن هناك محافظات لا تزال تخضع للحوثيين، وهناك محافظات يقوم الحوثيون بمعاقبتها وحصارها كمحافظة تعز. نعم، لكن يعني عند هذه النقطة بالذات أستاذ ياسين، ألا تعتقد أن هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على التحرك الحوثي في الجوانب التي تعنيه، مثلا مطار صنعاء، الحديدة كما شاهدنا من قبل، بعكس ما يحدث في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية؟ لا أحد يتحدث عن تعز ولا أحد يفرض يعني ملفها بتلك القوة التي تعاني حصار من عدة أماكن. هذه ملاحظة في غاية الأهمية لكي تقودنا إلى توضيح ما ينبغي توضيحه الآن. أولا، الحوثيون يسيطرون عسكريا على مناطق ولديهم الاستعداد للقتال من أجل الإبقاء على سيطرتهم على تلك المناطق باعتبارها مكاسب ميدانية تحققت بقوة السلاح، وتحققت أيضا في ظرف تاريخي وفي لحظة تآمر فيها الجميع على الدولة اليمنية وعلى الشعب اليمني. فاستفاد الحوثيون من الخيانات التي ارتكبها أكثر من طرف محلي، والغدر والمؤامرات التي نفذها ودعمها ومولها أكثر من طرف إقليمي، لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه ولكي يسيطروا على الأراضي التي سيطروا عليها. لكن عندما يأتي الحديث عن السلطة الشرعية فمن العيب أن نقول أن السلطة الشرعية تسيطر. السلطة الشرعية لا تسيطر، السلطة الشرعية مسلوبة الصلاحيات، مسلوبة الكرامة، مسلوبة المشاعر، مسلوبة القدرة على التأثير وعلى إدارة الأمور وعلى التفاوض. وبالتالي فالسلطة الشرعية مستهدفة اليوم، مستهدفة على كافة المستويات. المناطق التي تخضع للقوات الحكومية والجيش الوطني عن حق مثل مأرب وتعز تحارب من جميع الأطراف، تحارب من التحالف في المقام الأول. اليوم السعودية والإمارات أطلقوا حملة لشيطنة الجيش الوطني في محافظة تعز والنيل منه، بل ومولوا صحف تصدر اليوم من عدن في الوقت الذي أغلقت فيه صحف في عدن، مثل صحيفة أخبار اليوم التي كانت تصدر بشكل يومي وكان لديها مطبعة في المنطقة الخضراء، وكانت تغطي بمهنية وكانت تخدم الشرعية، أغلقت عبر الحزام الأمني. أطلق يعني قاموا بتمويل طباعة صحيفة اسمها صحيفة الشارع التي كانت لسان حال الحوثيين وأحد منابرهم الأساسية قبل إسقاط صنعاء وما بعد إسقاط صنعاء. اليوم تصدر في عدن فقط لمواجهة تعز ولشيطنة تعز ولاستهداف الجيش الوطني في تعز، كذلك في مأرب. الجيش الوطني يستهدف على كافة المستويات، يستهدف بالقصف،
يستهدف بالمشاريع التي يتم تسريبها عبر سفهاء القوم من أمثال حسن الشهري. يستهدف على كافة المستويات. إذن السلطة الشرعية في المناطق التي يقال أنها استعيدت من الحوثيين لا وجود لها. المناطق التي توجد فيها الشرعية وتفرض فيها قرارها ورأيها عبر جيش وطني حقيقي، هذه المناطق تتعرض اليوم لاستهداف خطير جدا من قبل التحالف. هذه هي الإشكالية اليوم. لهذا أنا في تقديري أن الخطوة التي تحققت اليوم بإعادة فتح مطار صنعاء للأغراض الإنسانية خطوة في غاية الأهمية. طبعا هي في ظاهر الأمر تخدم الحوثيين، تظهر أن لديهم قدرة تفاوضية، لكن الحوثيين ليسوا قوة لا تقهر وليسوا قوة عصية على الهزيمة. الذي يحدث هو أن هناك ترتيبات. نعم، هذه الترتيبات، هل تعتقد أستاذ ياسين أن هذه الخطوات التي تم القيام بها سواء يعني الأسرى وأيضا مطار صنعاء، هل هو ثمرة التفاهمات السرية بين السعودية والحوثيين؟ طبعا هي يعني جزء منها ثمرة مبادرة يعني الحوثيين قدموا مبادرة وقف استهداف الأراضي السعودية بواسطة الصواريخ والطائرة المسير. هذه المبادرة تلقتها السعودية يعني بإيجابية، وهناك معلومات تقول أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أجرى اتصال هاتفي بالمشاط، وهذا الأمر لا نستطيع التأكد منه، لكن يقال أنه جرى هذا النوع من الاتصال. ثم قام جريفيث بمساعي، وبالإضافة كما قلت لك ما تقوم به المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رئيسها الذي زار صنعاء، وكان واحد من أهم أهدافه هو البحث في مسألة الأسرى السعوديين، خصوصا الذين تم أسرهم في العملية العسكرية التي نفذها الحوثيون في وادي كتاف في محافظة صعدة. فجملة عوامل أدت إلى الصفقة التي رأيناها اليوم. إلى أي مدى يمكن لموضوع مطار صنعاء أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن يغطي أهدافه الإنسانية الكاملة؟ لأنه إذا كان مطار صنعاء فقط سيلبي احتياجات من يسكنون مدينة صنعاء هذا شيء جيد، ومحيط صنعاء هذا شيء جيد، لكن الشيء الذي نتطلع إليه هو أن يستفيد اليمنيون جميعا من الخدمة التي يمكن أن تقدمها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالحالة المرضية، لأن هناك محافظات كمحافظة إب تعز يشكون من صعوبة الوصول إلى عدن. أنا أعتقد أن العالم لو أغلق مطار عدن يكون أفضل. لا يعني قيمة له حقيقية. لا قيمة له. الأغلب يتجه إلى سيئون. نعم سيئون المطار المكلا. مطار تعز لو أعيد فتحه مثلا على سبيل المثال يمكن لأبناء عدن، يمكن لأبناء لاحج، يمكن لأبناء المحافظة الجنوبية أن يصلوا إلى هذا المطار بموفورية الكرامة ويستخدمون هذا المطار ويذهبون إلى وجهاتهم ويعودون بسلام وكرامة. لكن مطار عدن أصبح اليوم يعني محطة ابتزاز لكرامة الناس وإهانتهم عبر القطعان البشرية الهمجية المتخلفة المرتزقة بحق، والتي زرعتها الإمارات ثم يعني رسخت في نفوسها تلك العقيدة القذرة الموبوءة بأشكال العنصرية والكراهية والانحطاط. هذه المجاميع التي تعرف بالأحزمة الأمنية والنخب، هذه مشكلة كبيرة وإجرامية. هذه قطعان بشرية عسكرية مسلحة إجرامية تحرس مطار عدن وتشكل ألغام بشرية أمام ذوي الحاجات. نعم. والمرضى والدارسين في الخارج ومن يريدون العودة إلى أوطانهم ويذهبون لأغراض استثمارية أو لأغراض اقتصادية أو لشتى الأغراض التي يمكن لأي إنسان أن يتطلع إليها عندما يقرر السفر إلى منطقة ما أو يعود إلى بلاده. نعم. مطار عدن مشكلة كبيرة، فيفترض الآن أن يعود مطار صنعاء كمطار رئيسي، ومطار عدن ما في الفائدة من مطار عدن. مطار عدن لا تسيطر عليه. نعم. إذن دعنا نذهب. هناك شريعة اليوم على العلم الجنوبي، لماذا أنزل العلم الجنوبي؟ ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي أسامة أحمد من صنعاء. مساء الخير أستاذ أسامة. مساء النور أستاذ. أهلا بك سيد أسامة. كيف تنظر إلى فتح مطار صنعاء أمام المرضى؟ هو في ظاهره يبدو
كتحقيق وكمنجز ثاني للمرضى اليمنيين، لكن التخوفات تبدو وكأن الاتجاه يشير إلى أنه خدمة للحوثيين أكثر مما هو خدمة للمرضى واليمنيين بشكل عام. من أي ناحية أستاذ أسامة؟ يعني ألا يسافر الحوثيون وقادتهم في كل مكان الآن؟ ألا نجدهم في المؤتمرات ويذهبون للسفارات الدول المختلفة إلى أوروبا وإلى عمان وإلى أماكن كثيرة؟ ومن يفرض عليه الحصار فعلا هو المواطن الذي يعني لا ذنب له؟ كان بإمكان التحالف، بإمكان تحليل الحكومة الشرعية العمل خلال السنوات الماضية بفتح مطارات مثل مطار عدن ومطار تعز أيضا، لكنه فضل الوصول إلى هذه النقطة لخدمة الحوثيين ولتحقيق أهداف أبعد من فتح مطار صنعاء أمام الحالة المرضية وغيرها، وبينما يرمي إلى تعاطي مباشر أو بشكل رسمي هذه المرة مع الحوثيين، وبما يوحي بصفقة قادمة بعيدة كل البعد عن الشرعية، والهدف الذي جاء من أجله التحالف. لكن عمليا ألن يستفيد المواطن البسيط أستاذ أسامة يعني من هذا القرار عوضا عن ذهابه إلى عدن، والمسافة التي كانت 8 ساعات أصبحت 16 ساعة وأحيانا 24 ساعة؟ حتى وإن كان هناك استفادة، لكن من الضامن أن تصل هذه الاستفادة للمحتاجين الحقيقيين والمرضى الحقيقيين المواطنين العاديين، وبغير بدون الرجوع إلى الجماعة الحوثي أو تحقيق أغراض سياسية لها أو إسعاف جرحاها وغيرهم من التابعين لها. نعم، إذا عند هذا السؤال دعني أنقله لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين. يعني عمليا طرح الأستاذ أسامة وجهة نظر منطقية، من ضامن أن من سيستفيد فعلا هو الإنسان المريض الذي بحاجة إلى السفر إن لم تدخل علاقات الحوثي ويعني كشوفهم وتجهيزهم هم لمن يريدون سفره، وبعضهم يتساءل ألن يذهبوا جرحى الحوثي للسفر أيضا؟ طبعا المتحكم الأول والأخير في عملية سفر المرضى وتقرير من ينبغي أن يسافر كمريض عبر هذه الفرصة عبر مطار صنعاء، الأمر متروك لسلطة الأمر الواقع في صنعاء وهم الحوثيون، وهذه مسألة وهذه مخاوف تؤخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال. وأعتقد أن الذي يتعين أن يسافروا والذين من حقهم أن يسافروا من المرضى سيواجهون صعوبات كبيرة، لأن الحوثيين الذين يمارسون حصارا على محافظة تعز على سبيل المثال ويمارسون كل أشكال التعسف في حق المواطنين اليمنيين لا يمكن أن يكونوا إنسانيين إلى الحد الذي يمكن أن يقوموا بإتاحة الفرصة أو بجعل هذه الخدمة التي أتيحت أو ستتاح عبر مطار صنعاء لمن يستحقها. هذا الأمر غير وارد بطبيعة الحال. الحوثيون سيتعاملون مع هذه الخدمة تحديدا باعتبارها وسيلة من وسائل تكريس النفوذ وتعزيز القبضة، وواحدة من 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 الوسائل التي من خلالها يمارسون السلطة على الناس ويحققون مكاسب ميدانية على الأرض من خلال تحولهم إلى قوة لديها القدرة على منح الفرصة لهذا الشخص أو لذاك لأن يذهب ويتلقى العلاج وهكذا. طبعا هناك ممارسات فاسدة سنراها إذا ما أصبحت هذه الفرصة متاحة خلال الفترة المقبلة، ستكون هناك متاجرة بمعاناة الناس بأوجاعهم بآلامهم، هذه مسألة لا جدال فيها. رأينا ذلك في توزيع المساعدات الإنسانية، ثم أن الحوثيين لن يجدوا مشكلة في مواجهة وفي مقارعة المنظمات الدولية. المنظمات الدولية دائما تتجنب الصراع مع سلطات الأمر الواقع حتى تبقى على الأرض وحتى تبقى تقدم الخدمات على الأرض. ولهذا حتى جريفيث يواجه مشاكل عندما يزور صنعاء ويتعرض لإهانات لفظية وإلى آخره ويسكت ويحجم عن الحديث عن ذلك. لا، المخاوف التي عبر عنها الأخ أسامة مخاوف صحيحة، ولا أحد يتوقع أن الحوثيين سيكونوا مثاليين إلى الحد الذي نراهم فيه يسمحون للناس الذين يستحقون الذهاب للعلاج الخارج وهم
لكي وهم يحصلون على هذه الخدمة بسهولة. هذا أمر مستبعد بالكامل، وأعتقد نعم. أنه نوع من أنواع المعجزات إذا حدث. نعم، دعني أوجه لك سؤال أسامة، ماذا لو تم فتح المطار للرحلات التجارية وسمح لجميع الناس بالذهاب وعودة التفتيش في السعودية كما كان من قبل؟ هل تجد أن هذا الأمر أكثر جدوى من حصره بالمرضى، يعني حتى لا يستغل الحوثي هذه الخطوة؟ هو اعتقد في الحالتين يؤدي الى طريق واحدة، وهي التي بدأت السعودية تشتغل عليها من بعد ضربة أرامكو، وهي التعاطي مع الحوثيين وضمهم اليها كطرف من باقي الأطراف كالشرعية وكالمجلس الانتقالي وغيره، لتبقى متحكمة بقرار الجميع، وهذا هو ما يهمها. أما فتح مطار صنعاء من عدمه وكجانب ثاني وبغير هذا أو نزول عن ضغط الحوثيين، هذا أمر مستبعد تماما أعتقد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك صحفي أسامة أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ ياسين. إذا يجد أن كل هذا هي مجرد مغازلة من التحالف لكسب ود الحوثي كما فعل مع الانتقالي، وعمليا هناك من يتساءل أين الشرعية من كل ما يحدث؟ لما لم تعلن هي عن فتح المطار؟ لما لم تتحدث عن الأسرى وكأنها غير موجودة أو لا علاقة لها بالأمر؟ طبعا المسألة ليس هل أنا أعتقد أنه التحالف لا يغازل الحوثي، التحالف أعتقد أنه يخاطب المجتمع الدولي، التحالف يرسل رسائل للمجتمع الدولي وأنه أقدم على خطوات تؤدي في نهاية المطاف إلى الانفراج على الساحة اليمنية. الخطوة الأولى أوعز بها للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عندما قدم إحاطة لمجلس الأمن وقال فيها بأن هجمات التحالف أو غارات التحالف تقلصت إلى نحو 80 إلى بنسبة 80%، وأنه خلال 48 ساعة من إلى الساعة التي كان يقدم فيها الإحاطة لم تشهد الأجواء اليمنية أي غارة جوية لطيران التحالف. هذه واحدة، أعتقد هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي وليس للحوثيين. الرسالة الثانية هي هذه، أنه فتح مطار صنعاء لأن المناقشات التي سادت مجلس الأمن كانت تركز بشكل أساسي على البعد الإنساني للأزمة اليمنية، والسعودية بهذا القرار تحديدا تريد أن تثبت للمجتمع الدولي أنها تخطو خطوات جادة وحقيقية باتجاه الانفراج والسلام على الساحة اليمنية. الخطوة الثالثة هي اتفاق الرياض الذي تحاول أن تسوقه باعتباره إنجاز الإنجازات بالنسبة للسعودية على الساحة اليمنية، وكأن هذا الاتفاق بديل عن ما ينبغي أن يكون الإنجاز الحقيقي، وهو الانتصار وتحقيق أهداف التحالف التي جاء من أجلها، وهي دحر الانقلاب وإنهاء النفوذ الإيراني وتمكين السلطة الشرعية من ممارسة صلاحيتها، ومن ثم السماح لليمنيين بإطلاق عملية سياسية جديدة لاستعادة الاستقرار والسلام. طبعا التحالف والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص يبدو أنها تذهب اليوم إلى سلسلة من التسويات التي في نهاية المطاف ستفضي إلى ما يريده أو ما أراده التحالف منذ الوهلة الأولى، وهو أولا لا يريدون يمنا مستقرا موحدا ديمقراطيا، هذا الهدف لا يريدونه، وبالتالي هذا واحد من أهداف الثورة المضادة على الربيع العربي في اليمن، ويكادوا يصلون إليه من خلال التسريبات ومن خلال التصورات الخاصة بطبيعة التسوية. ما كانت تتحدث عنه الإمارات بشكل صريح فيما يتعلق بدعم الاستقلال الجنوب أو ما يسمى استقلال الجنوب واستعادة الدولة الجنوبية هو هدف مشترك في تقديري بين الإمارات والسعودية ومدعوم من كلا الدولتين. اليوم السعودية وفرت لهذا الأمر طبعا إطار سياسي يتمثل باتفاق الرياض، ورأينا كيف المجلس الانتقالي عبر أدواته بدأ يتبع نفس التكتيكات، اللجان المشتركة يبدأ يوقف مشاركته فيها، يعلق مشاركته فيها، يطلق مجموعة من العساكر والجنود والضباط
المنتمين لما يسمى بالقوات الجنوبية والشرطة الجنوبية للتظاهر أمام قصر المعاشيق للمطالبة بالمرتبات من حكومة معين التي تصرفها إلى المحافظة الشمالية. يعني كلام غوغائي، يعني تنفيذ يعني وقح لسيناريو وقح سبق وأن شاهدنا الحوثيين ينفذوه خلال السنوات الماضية. هذا يعني أن هناك نية مضمرة لجعل هذا الاتفاق يحقق هدف واحد فقط، وهو إضعاف السلطة الشرعية، فرض وصاية كاملة ومطلقة عليها وعلى قرارها السياسي والعسكري، ومن ثم تعطيل كل الجوانب الإيجابية التي يمكن أن التي كان يفترض أن يحققها اتفاق الرياض، لكي يبقى معلقا وتبقى السلطة الشرعية عاجزة وغير قادرة على أن تخطو الخطوة التالية. ثم تذهب السعودية ومن خلفها الإمارات باتجاه شق طريق موازي، وهو الانفتاح على الحوثيين والبحث عن تسوية ودعم التركة السياسية المبعثرة لصالح للقيام بدور سياسي وعسكري ما خلال المرحلة المقبلة. طبعا المشكلة تكمن في أن السعودية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعقد صفقتها مع الحوثيين أم مع أتباع صالح. لو عقدت صفقتها مع الحوثيين ستسقط كما سقطت من قبل، يعني هي تدعي اليوم أنها تواجه المد الإيراني في اليمن، لكن في نهاية المطاف هي أعتقد أنها تسوي الأرضية بشكل كامل لإيران لكي تتمدد على راحتها على الساحة اليمنية. وبل السعودية اليوم بدأت تستثمر في الأوراق القذرة، وهي الأوراق الطائفية والأوراق الجهوية. بالنسبة للورقة الجهوية استثمرتها من خلال اتفاق الرياض، الورقة الطائفية بدأت تستثمرها من خلال البدء الحديث عن المذهبية، عن الزيدية، عن الشافعية، عن إلى آخره، وكيف أن الأبناء الزيدية سيقومون بتحرير الهضبة وتعز إلى آخره. طبعاً هذه الصياغ واحتفاظ السعودية بنفس يعني بذات الآلية بذات السياسات تجاه اليمن، لأن السعودية عملت على تكريس يعني سلطة وظيفية في صنعاء تخدم مصالحها، وتحول معها اليمن إلى حديقة خلفية للمملكة العربية السعودية من خلال هذه السلطة. عملت السعودية ولجنتها الخاصة على تعطيل مفاعل الدولة اليمنية، وشجعت رؤوس القبائل على التمرد على السلطة الشرعية وعلى إضعاف السلطة وعدم إنفاذ القانون وتكريس دولة الفوضى. لهذا معظم المحافظات الحدودية بقيت منفلتة، التنمية فيها ضعيفة جداً، الناس يقفون ضد فرض القانون في هذه المحافظات، ضد التنمية، ضد المشاريع إلى آخره. كل هذه الفوضى التي رعتها السعودية ودعمتها طيلة السنوات الماضية انعكست عليها ضدا من خلال نشوء حركة طائفية مدعومة من إيران انطلقت واستثمرت في البيئة السياسية التي كرستها السعودية، ثم أصبحت حركة مسلحة جاهزة لكي تحقق أهداف طهران. ولهذا أعتقد أن السعودية خسرت المعركة أمام طهران منذ اللحظة التي وصل فيها الحوثيون إلى صنعاء، ثم قاموا بمناورة عسكرية على الحدود السعودية، ثم باسم الحوثيين تلقت السعودية ضربات في عمقها الاستراتيجي بالصواريخ والطيران المسير، وكانت أقصى هذه الضربات هي الضربات التي استهدفت أولاً حقل شيبة على الحدود الإماراتية، ثم الضربة التالية التي استهدفت أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم في شرق المملكة العربية السعودية. فهذه الضربة القاتلة التي تلقتها السعودية ينبغي أن تدرك السعودية ويدرك النظام السعودي ويدرك الشعب السعودي أنها تلقتها باسم الحرب الدائرة في اليمن. والذي وجه هذه الضربات لا شك ليس الحوثيون، الحوثيون لا يمتلكون هذا السلاح، لكن لو امتلكوا هذا السلاح سيوجهون ضربات مماثلة للسعودية، لأن عقيدتهم القتالية وعقيدتهم السياسية وعقيدتهم المذهبية والفكرية هي ضد المملكة العربية السعودية لأسباب مذهبية وليس لأسباب استراتيجية. هم يعني محكومين بنفس العقيدة الشيعية الاثنى عشرية، عقيدة الانبعاث المهدي إلى آخره،
الجميع، المنظومة الشيعية كلها مرتبطة بهذه النظرية البائسة. فالسعودية عليها أن تدرك أن كل ما عانته وما تلقته من ضربات كانت ثمرة من ثمار السياسات السيئة التي مارستها. اليوم يطلع الشهري، العميد الشهري، ليكرر وليكشف عن استمرار السعودية في غيها وفي سياساتها، سياساتها الفاشلة التي تقوم على فكرة أن الاستمرار في إضعاف اليمن والاستثمار في إضعافه وتفكيكه جهويا وطائفيا. اليمن، استقرار اليمن، تقدم اليمن، ازدهار اليمن، وحدة اليمن، وحدة الشعب اليمني، إطلاق حريات هذا الشعب في أن يختار النظام الذي يمثله بحرية وكرامة ضمانة أساسية للمملكة العربية السعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي. هذا الاستعلاء النفطي أعتقد أنه سوف يحترق، سيحترق بسهولة. الاستعلاء النفطي يحترق بسهولة. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلاً، مساء النور لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدينا. أهلاً بك أستاذ إبراهيم. ما هي دلالات فتح مطار صنعاء من وجهة نظرك؟ يبدو لي أن الأمر يتعلق بمحاولة التطبيع مع ميليشيات الحوثي والمملكة العربية السعودية، كون الأمور أصبحت واضحة إلى مدى بعيد أنه السعودية تحاول تشطير اليمن وتقسمه إلى أقسام، يمن تحاول بناء يمن منزوع السلاح، يمن متشطر على حسب الأجندة السعودية الإماراتية، وهذا ما بات واضحا. المسألة فتح مطار صنعاء لا تتعلق بأي شأن إنساني. لو كان الأمر أمر إنساني لشفنا فتح أو مقايضة فتح مطار صنعاء بفتح الحصار على تعز وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، لكن المسألة يبدو أن المملكة العربية السعودية تستخدم كل أدوات الصراع في اليمن وتجندها لصالحها ولصالح أهدافها في اليمن، وأهدافها كما ذكرت سابقا باتت واضحة، هو محاولة الاستيلاء والسيطرة على الأهم المواقع اليمنية وعلى المناطق اليمنية وعلى مصادر النفط والموانئ والجزر. وأيضا تود أن يكون كل خيوط اللعبة بيدها، لكن السؤال الكبير هو هل بإمكان المملكة السعودية البقاء في هذه اللعبة لفترة طويلة أو لأكبر قدر ممكن من الزمن؟ أنا في اعتقادي لا، هي تلعب بالنار الآن. كل مناوراتها في السابق باتت بالفشل، استعادت الشرعية لم تعد كذلك، الآن لدينا ميليشيات في الجنوب وميليشيات في الشمال. ما يحدث اليوم هو إشارات تطبيع وضع على ما كان يتحفظ أو يخشاه اليمنيون من أن تبقى ميليشيات الحوثي مسيطرة على المناطق الشمالية والميليشيات الانفصالية التي بنتها وسلحتها اليوم المملكة العربية السعودية والإمارات تبقى تسيطر على المناطق الجنوبية، وهذا ما بات يعني واضحا على الأرض. يعني ترى بأن هذه الخطوة لا يقف وراءها دوافع إنسانية وإنما سياسية؟ بلا شك، نحن جميعا مع فتح الحصار على الشعب اليمني ككل، مع فتح المطارات والموانئ بدون استثناء، لكن المسألة لا تتعلق بالمواطن اليمني ولا تتعلق بأي شيء. ربما الحوثيون حاولوا من فرض أحد أجندتهم من خلال فتح المطار وكسب منجز سياسي لهم ولأتباعهم، ومن ثم يقايضونه بأشياء كبرى أو بعدم استهداف المطارات السعودية. ألم ينجحوا في ذلك أستاذ إبراهيم؟ ألم ينجحوا في هذا الأمر؟ من الذي الحوثيون على الطريقة التي ينتهجونها اليوم ينجحون بكل محاولتهم، ليس فقط لأنهم أقوياء أو لأن لديهم القدرة، لأن الطرف الآخر أصبح ضعيفا، تم إضعاف الحكومة الشرعية، تم تهميش القوى المقاومة داخل الجمهورية اليمنية، تم تهميش القوات التي يعني تحارب الحوثيين في كثير من الجبهات في مريس وفي البيضاء وفي مأرب وفي مناطق أخرى لحساب أجندة خارجية محسوبة للإمارات،
والسعودية. ف لو تري الآن في كل مناطق اليمن الحوثيين لم يعدوا مستهدفين، يعني لا في الداخل ولا في الجبهات ولا في أي مكان، وهذا كلها بأوامر سعودية. الآن السعودية تطالب بإعادة هيكلة الجيش اليمني، تطالب بإدخال الميليشيات الإنقلابية في الحكومة الشرعية، تسليم المنشآت الآن في الجنوب يتم على قرار ما حدث في الحديدة من أيادي جنوبية إلى أيادي جنوبية أخرى تتبع للمجلس الانفصالي الجنوبي برعاية وبمباركة وبدعم سعودي. نحن أمام مشهد، لكن في كل ذلك أستاذ إبراهيم، يعني أين هي الحكومة الشرعية في كل هذا الحديث الذي تتحدث عن الحوثي يحاول يعني تثبيت نفسه ويحاول أخذ مكاسب أمام أتباعه وأمام المجتمع الدولي أيضا؟ التحالف يقوم بخلط الأوراق هنا وهناك، وربما إنشاء أكثر من يمن أو الحوثيون في الشمال والانتقال في الجنوب، والحكومة وكأن الأمر لا يعنيها. أولا الحكومة، ليس هناك حكومة بمعنى الحكومة، هناك كان فريق محسوب على الحكومة الشرعية. ما الهدف كان من الحكومة الشرعية هو استخدامها كورقة في المحافل الدولية لتمرير مشاريع ليس لها لا علاقة باليمن، وإنما تلبيسها الصيغة الشرعية، وهذا ما تم رأيناه في الجنوب. يعني الميليشيات التي بنتها الإمارات والسعودية تم إلباسها اليوم لباس الشرعية من خلال هذا التحالف الذي يقول أنه أتى من أجل السعادة الشرعية. الحوثيون يلعبون على كل هذه الأوراق، لأن هناك كثير من المتناقضات في الداخل وفي الإقليم وعلى المستوى الدولي، لكنهم ليس فقط لأنهم أذكياء أو لأن لديهم القدرة بالدفاع عن أنفسهم أو لديهم القدرة في البقاء في المناطق الشمالية، لكن هناك يعني تحركات إقليمية وأجندة إقليمية ودولية تريد إبقائهم بهذه الطريقة وبهذه الصورة. اليمن يقع في أهم المواقع الجغرافية العالمية، في حال بناء يمن قوي وجديد واقتصاد على المستوى الاقتصادي والسياسي سوف يكون منافسا على مستوى المنطقة، وكما تعرف لعبة الأمم لا يريدون عن السعودية لا السعودية ولا الإمارات ولا غيرها ولا أي من محيطنا يريد أن يكون هناك يمن قويا، فلذلك شرذمة اليمن وإبقائه بهذه الطريقة وإدخالنا في دوامة المجاعة وفي دوامة الحروب والتشظي وإنشاء ميليشيات مختلفة والإرهاب والقاعدة كله يؤدي إلى محاولة إقناع المجتمع الدولي الذي يريد الحفاظ على اليمن قويا وموحدا، بإقناعهم أن اليمن لا تستطيع أن تبقى قوية وموحدة وأن لديها الكثير من المشاكل، وهي طريقة لمحاولة إبعاد المجتمع الدولي. ولا أنا لا أقول المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن أهدافهم مختلفة عن الألمان وعن بقايا دول أوروبا مثل السويد والنرويج وكثير من الدول التي تود أن يبقى اليمن قويا ومحافظا على يعني أرضه ووحدته وسيادته، لكن هناك أقطاب دولية تود أن يبقى الملف اليمني كما هو لكثير من الأسباب، ومن أحد الأسباب أن تظل السعودية والإمارات تضخ الأموال لشراء السلاح الغربي، ولا يبقى ملفا مفتوحا، لأن هذا الملف يؤرق الخليجيون وأمنهم وفي نفس الوقت هو استنزافا لهم. لكن المشكلة أيضا نحن كيمنيون تم تشتيتنا نحو ميليشيات في الجنوب، ميليشيات في الشمال، حكومة مغيبة تماما في السعودية، تجويع وإنهاك شعب في حروب وفي قتال وفي عدم الحصول على الأشياء الأساسية مثل الغذاء والعلاج، كل هذه أهداف مرسومة وليست تلقائية. إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. لو عدنا لإعلان التحالف لهذه الخطوة، فقد عللها أستاذ ياسين بأنها خطوة إنسانية وانطلاقا من مبادئ الإسلام الحنيف وعملا على العادات والتقاليد العربية وما إلى ذلك من ديباجة. طيب يعني هناك من يقول ما كان من الأول، يعني لم يكن الدين الحنيف موجود من السابق والعادات العربية أيضا، لما تم الرفض طوال تلك الفترة وفتح الآن؟
يعني التعليل هل تجد أنه متسق مع ما يحدث؟ لا، هو طبعا في السابق عندما تم إيقاف الطيران لمطار صنعاء كان يدخل ضمن هدف الضغط العسكري. السعودية عندما تلقت، عندما بدأ الحوثيون يستخدمون ما يسمى بالخيار الاستراتيجي، تبين فيما بعد أنها صواريخ التي تصل إلى العمق السعودي، هذا ارتأى ردة فعل قوية من جانب التحالف، والمسألة هو علاقة بثأر السعودي من الهجمات التي ينفذها الحوثيون، إن صح أن الحوثيين طبعا نفذوا هذه الهجمات، لأنه تبين فيما بعد أن أخطر الهجمات التي تعرضت لها السعودية ليست من صنع الحوثيين، وبالذات الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية ليست من قبل الحوثيين مطلقا. يندرج أيضا في إطارها الهجمة التي استهدفت ميناء ينبع، لأن الأمر يحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى وقدرة على استخدام هذه الصواريخ. فإذا كان الحوثيون عبر خبراء إيرانيين قد تمكنوا من تحريك يعني الصواريخ التي تبقت لدى من تركة الجيش السابق، فأعتقد أن استمرارهم في إطلاق الصواريخ من صنع إيراني هذا لا يدع مجال للشك بأن هذه الصواريخ لم تدخل أصلا اليمن، لأن مشكلة إدخالها تظل مشكلة، لأنه من الصعب أن تدخل صواريخ ثم تستخدمها من اليمن. هذه يفترض أنها تخضع لرقابة شديدة من قبل الأقمار الصناعية، من قبل التحليق المستمر للطيران إلى آخره. تبين فيما بعد أن هذه الصواريخ مصدرها إيران أو نفذت من مناطق أخرى غير اليمن. رد الفعل على بدء الحوثيين باستخدام الخيارات الاستراتيجية كان منع إقلاع الطيران من صنعاء كإجراء عقابي وضغط عسكري على الحوثيين. اليوم المسألة لا علاقة لها لا بالجانب الإنساني، ولا علاقة لها بالإسلام، ولا بالدين، ولا بالأخلاق، ولا بأي شيء آخر. المسألة تدخل ضمن الانتهازية السياسية، ضمن محاولة للملمة الأوضاع في اليمن، محاولة للخروج الآمن من المستنقع اليمني من جانب السعودية بطبيعة الحال. وهناك ترتيبات قذرة في كل بكل ما تعني الكلمة من معنى لها، لا تتوقف على مسألة يعني إنهاء الحرب على خارطة مفككة ممزقة متصارعة ولاعبين سياسيين سيئين مثل الحوثيين والمجلس الانتقالي والانفصاليين إلى آخره، وإنما أيضا محاولة لإبقاء اليمن مفككا ضعيفا وضمن وصفة يمكن أن تجعل اليمن ينفجر مرة أخرى يعني في موجة عنف أكبر وأشد إيلاما على اليمنيين. وبالتالي السعودية كما هي الإمارات لا يضمرون الخير لليمن ولا للشعب اليمني، ولا يريدون إنهاء الحرب على يعني على نتائج يمكن أن تكفل أو تضمن سلاما مستداما على الساحة اليمنية. السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مصالحة وطنية، من خلال شراكة وطنية، من خلال تمكين اليمنيين من الحصول على حقوقهم، من إطلاق إرادتهم في 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 تقرير مصيرهم، في اختيار النظام المناسب الذي يحقق مصالحهم، على الأقل باحترام إرادتهم التي عبروا عنها من خلال مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه المعروفة للجميع. يمن فيدرالي، تنافسية في إدارة الأقاليم، صلاحيات واضحة، استغلال واضح للثروات، عدالة في توزيع هذه الثروات، وصفة اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. وبالتالي ينبغي على هذا التحالف أن يساعد اليمنيين على تحقيق ما توصلوا إليه، ومساعدة في التغلب على الإشكالية المرتبطة بمسألة شكل الدولة إلى آخره. لكن التحالف لا يريد ذلك مطلقا. التحالف يريد أن يبقى اليمن ضعيفا ومفككا وبلا جيش وبلا إمكانيات خلال المرحلة المقبلة، وهي وصفة أعتقد أنها بقدر ما تضر اليمن وبقدر ما تبقيه ملفا مفتوحا على الجراح، أيضا ستبقي السعودية خائفة ووجلة وضعيفة ومخترقة ولن تحظى بالأمن والاستقرار مهما حاولت أن تدعي بأن بإمكانها أن تحقق كل ذلك إذا ما بقي اليمن ضعيفا. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم أعزائنا المشاهدين لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.